في فسيخ بس طبعا مش اسمه فسيخ, اسمه سمك مملح. كان في بيض ملون, كان في بصل, كان في ملانة. وانهم ما كانوش بياكلوا الحاجات دي بياكلوها كده يعني بشكل عادي, انا مش عارف معناه ايه. لا كل حاجه ليها رمز وخاص تقريبا, وخاص طبعا خاص اكيد. الخمس حاجات دول بالنسبه له هم. طب قول لنا بقى معنى كل حاجه. موز لبدايه الخلق, معنى كل حاجه عشان ناكل واحنا فاهمين معنى كل حاجه. المصري القديم اعتقد ان الكون اتخلق عن طريق البيضة الأزلية اللي هي تعتبر بداية الحياة اللي انبثق منها الكون كله. فالبيضة بالنسبة له هي رمز الحياة, بدليل ان احنا لما قلت لكم في الاول انه كل فصل له رمز, فقلنا رمز النفر جمال فأخت, ورمز التقدمات لانه بيبذر الحبوب وبيطلب من الاله ان هو تطلع نباتات, فاسمها رمزها كان الحتب او القرابين. رمز شهر الحصاد هو العنخ او مفتاح الحياه, نسمه الحياه. مفتاح الحياه اللي احنا عارفين شكله كلنا اللي هو البيضه وخط افقي وخط راسي, بالنسبه للمصري القديم معناه تولد الحياه من التقاء السماء بالارض. الخط الافقي هو الارض والخط الراسي هي السماء, ولما التقوا ببعض تولدت الحياة عن طريق البيضة. فالبيضة هي أصل الحياة عند المصري القديم, رمز الحياة, رمز الحياة. وكانوا دايما بيتعودوا أنهم يكتبوا على البيضة أمنياتهم للإله ويحطوها كده في مشنات قدام باب البيت, فلما تيجي نسائم تاني يوم عليه تتحقق الأمنيات بتاعتهم دي. طبعا احنا عارفين ان جدودنا كانوا بيحتفظوا بمتاعهم جوه المقابر بتاعتهم. لما لقينا احنا البيض الملون ده او مكتوب عليه, احنا ما كناش لسه نعرف الكتابه المصريه القديمه لانها عباره عن رسومات عصافير وحاجات كده, بس كانوا بياكلوه يعني, بيسيبوه بيسيبوه كده اليوم وبعدين ياكلوه. بعد كده لما شفناها ولقيناها قلنا دي رسومات, بس هي في اصل امنيات. يعني احنا لقيناها رسومات, احنا لقيناها رسومات, فعشان كده بنلون البيض. اها, احنا ما كناش فاهمين, احنا شفناهم بيلونوا فبنلون. لقيناها حاجه ملونه ورسومات. رسم الكتابه المصريه القديمه الابجديه بتاعتها ما هي الا رموز. فبالتالي احنا تخيلنا انها الوان رسومات. فبقينا نلون زيهم, بقينا بنلون زيهم. احنا بنعمل كل حاجه زي جدودنا. يعني مثلا حضرتك لو اكلتي اكله حلوه قوي في بيت تيتا, لما بتيجي اليوم اللي عملت فيه تيتا ده كان يوم العيد, مامتك بتعمله يوم العيد, صحيح, وانت بتعملي يوم العيد, وبنتك بتعمله يوم العيد. ورثنا بقى ده, تنقلنا, ورثتيه كطقس لكن ما تورثتيهوش كفكره. ليه تيتا كانت بتعمل ليه بقى كانت بتعمل كده؟ اكيد هي في فلسفه معينه ورا انها بتعمل كده. فاحنا عشان ولاد الناس دول, عشان هم جدودنا فعليا وما فدناش عليهم ولا جينا مع حد ولا قعدنا مع حد, احنا ولادهم. تمام. اتغيرنا شويه في طريقه كلامنا, شويه اليونانيين يخلوني اتكلم قبطي, وشويه حد يخلينا نتكلم عربي, وشويه نبقى مسيحيين, وشويه نبقى مسلمين, بس احنا بس في النهايه احنا احفادهم. يعني احنا مصريين, ما تلاقيش في حد فينا وفد. صحيح. لان كل التغيرات اللي حصلت على مصر من يعني غزوات ومن استعمار على مدار تاريخها بدايه من الاغريق لغايه دلوقتي, دي كانت تغيرات في الحكام وليس في أصل الشعب المصري. صحيح. ما كانوش بيختلطوا بالمصريين إلا في حدود ضيقة قوي. الحدود الضيقة قوي دي ما تغيرش في التركيبة الجينية ولا التركيبة السيكولوجية. طيب. ولا التركيبة الثقافية. كده احنا قاعدين لغاية دلوقتي بنلون البيض, فعرفنا قوي إنه رمز الحياة.